السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف لو هنعمل استامب ان الحاجة دي متوافق عليها ومش متوافق عليها وكده. طيب الكلام ده ممكن نعمله في الفاميلي الخاصة بيه او ممكن نعمله في التايتل بلوك. اقول له ادي الفاميلي وابدأ ارسم انا بقى اي حاجة على ذوقي كده، تمام؟ يعني ممكن مثلا اروح واخد ال ممكن اخد مثلا الخطوط ديت او اعمل انا خطوط تانية براحتي. اقول له كوبي مثلا اللي دي هنا بالشكل دوت، واقول له تي ار من هنا لهنا 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 وهكذا. وممكن مثلا تبدا بقى تختار الخطوط ديت وتختار النوع السبكتوجر بتاعها، مثلا تكون حاجه وايد لاين مثلا، او تقول له مثلا ممكن تديها نفس الدوت ده ميديم لاين بالشكل دوت. ممكن تكتب تكست هنا ان الحاجة دي اتراجعت او اتوافق عليها ابروف زي ما انت عايز. هاجي هنا اقول له انا عايز احط تكست مثلا، مثلا ابروف، ونقدر نتحكم في الخط زي ما احنا عايزين. ممكن نحط ليبل زي ما انت عايز برضه، ممكن نحط ليبل كرييت ليبل، تمام؟ وانت تختار بقى الليبل اللي انت عايزه. مثلا الاوثر او شكل باي فلان، اوكي. ممكن نروح معلمين على العناصر دي كلها، تمام؟ بيقول لي فيزيبل او لا. ممكن نربطه بقى ببرامتر معين، هنسمي البرامتر دوت، تمام؟ هنسميه مثلا ابروفد مثلا ستامب، بحيث ان هو لما يعلم عليه تظهر، لو ما علمش عليه ما يظهرش. ونخليه انستنس واقول له اوكي تمام. طيب خليني دلوقتي بقى احمله في قلب المشروع. بالشكل دوت بقى عند بروفت. ممكن تعمل في اي وقت سيلكت على دوت وتشيل العلامة ديت لو انت عايز، او تحطها تظهر معاك في قلب اللوحة.